نعم. طيب ننتقل إلى سنن أبي داود. ننتقل إلى سنن أبي داود. حط ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب في قتل الذر. الذر هو النم. باب في قتل الذر، والذر هو النيم النم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني شيخنا أصحاب الكتب الستة، عن المغيرة. المغيرة هو ابن عبد الرحمن بن خالد القرشي الأزدي حزام المدني. قال ابن معين: ليس بشيء. وفي رواية قال: ضعيف الحديث. أبو زرعة يعني ضعفه ومالت ضعيفه، لكن أحمد بن حنبل قال: ليس بحديثه بأس. والنسائي قال: ليس بالقوي. والحق بأنه وثق، هو حسن الحديث. الحق أنه حسن الحديث. قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن زكوان. أبو الزناد كما قلنا، أبو الزناد عن الأعرج، هذه السلسلة مشهورة. أبو الزناد عبد الله بن زكوان أبو عبد الرحمن، ومن الثقات الأثبات. قال عن الأعرج، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو أيضا من كيسان، وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين كما قال أبو زرعة وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن نبيا من الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، لسعته يعني، فأمر بها أو فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهل نملة واحدة؟ يعني فهل أحرقت نملة واحدة؟ وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هنا أحمد صالح المصري، هذا صاحب الأبهة الثقة الثابت الأمين. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب هو الفقيه المالكي المحدث، أخذ عليه أنه كان يروي بإجازة، وهذه لا ليست مأخذا على مثل عبد الله بن وهب. قال: حدثنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي من ثقات الأثبات، عن ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث الزهري، عن أبي سلمة، يعني أبو سلمة هنا من عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من فقهاء السبعة ومن ثقات الأثبات، كان عابدا عالما بحرا، لكنه قد ضاع منه علم كثير بسبب المجادلة لابن عباس. قال: وأبي وسعيد بن مسيب له شيخان. الزهري هنا له شيخان، سعيد بن مسيب وأبو سلمة عبد الرحمن. سعيد بن مسيب هو عالم التابعين، وهو من فقهاء السبعة، هو سيد الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ قال: أفي نملة قرصتك، قرصت، قال: أفي نمل، أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ جيتار موجود على رسول الدين آل من مغزى. جيتار قل له كمان مش الجيتار. طيب استغفر الله، خطر ربنا في اليوم أصلا خطأنا خطأ غير. تفضل جيتار الرب. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين على مسألة حرمة قتل النمل، حرمة قتل النمل. العلماء هنا يفرقون في هذه المسألة. أولا لنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من هذا النبي؟ قد بحث بعض العلماء عن بحثا وقال بأن هذا النبي هو موسى عليه السلام، وكان هناك حكمة لهذا الباب، لأن موسى عليه السلام لما أنزل الله عقابا بقرية قد عصت الله ورسله وكان فيها من الطائعين العابدين، فقال: ربي فيهم من يطيع. فلما نزل إلى هذه المحلة وقرصته نملة أحرق الوادي بأسره، أحرق المكان يعني المحل بنفسه، فكأن بيّن الله له أن هذه إشارة بأنك ماذا فعلت؟ نملة واحدة فأتيت على جميع النمل فأنت قد أحرقتهم. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي الذي وقع منه هذه الواقعة هو موسى عليه السلام، لما نزل تحت ظل الشجرة، يعني الله تعالى جره بالحر فاستظل تحت ظل الشجرة، فجاءت النملة فقرصته، فقام فأحرق المجمع المحل الذي كان فيه، فعاتبه ربه جل في علاه. في الحديث أمور: الأمر الأول النهي عن قتل النمل. وأي نمل؟
العلماء يقولون بأن النمل الذي جاء فيه النص على التحريم هو النمل الكبير الذي يمشي على رجليه، النمل الكبير يسمونه عندنا النمل السليماني الأسود، هذا الذي يجوز لا يجوز قتله. وأما النمل الآخر فلا، والقاعدة العامة في هذه المسألة لتعلموا، القاعدة العامة كل ما يقع منه الضرر يجوز دفعه، ولا يدفع إلا بقتل، يجوز قتله درءا للضرر ورفعا للضرر، لأن الأصل الضرر يزال، لكن هنا كما قلت ليس كل النمل الذي قد نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم، هو النهي عن قتل النمل هو النمل السليماني، النمل لأنه لا يؤذي لا يضر، لكن النمل الصغير قد يكون أشد قرصا من الناموس، وقد يؤذي جدا لمن عنده حساسية في جسده. فهنا إن لم يدر إن لم يدفع ويدرأ إلا بذلك فله. فيبقى إذن الأصل أن النهي هنا في النمل هو النمل السليماني، هذه المسألة الثانية أو الثالثة. المسألة الرابعة هو الكلام على أنه حرق النمل، هنا العلماء يقولون النهي هنا ما كان على التحريق، كان يعني هو المعاتبة التي عوتب بها النبي ما كان للتحريق، لكن كان لشمول يعني كل النمل، وما قرصته إلا نملة واحدة، لذلك قال فهل نملة واحدة. يبقى إذن ما كانت المعاتبة من الله للنبي لهذا النبي على التحريق؟ لا، ما كان على التحريق، وهذا عجيب. لما؟ لأن التحريق في شريعتنا محرم. يبقى إذن لنا أن نقول بأن شريعة من قبلنا كان يجوز دفع الضرر، بالتحريق، كان يجوز ذلك، هذا في شرعة من قبلنا. ونحن نرى هنا شريعة من قبلنا باتفاق إن جاء من شرعنا ما ينسخ فهو منسوخ، وقد جاء في شرعنا ما ينسخ ذلك، وقد حرم الله جل وعلا التحريق بالنار، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لما جاء هؤلاء الروافض الخبثاء وقالوا بأنه إله، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فعاتبه ابن عباس وأرسل إليه وقال لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيبقى إذن قد نقول بأنه كان يجوز في الشرع من قبلنا عند دفع الضرر بالقتل إلى لم يدفع إلى بالحرق فله ذلك، لأن الله ما لامه على الحرق ولكن لامه على الأمة التي كانت تسبح. وفيها المسألة الأخيرة ألا وهي ما من خلق إلا يسبح بحمد الله جل في علاه، كما قال الله تصريحا في كتابه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نقف عند هذه وننتقل إلى السنن الترمذي بعد الفوائد، ويبقى ختام الباب إن شاء الله يكون في الغد بإذن الله. من الفوائد إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، لأنه لما نزل النبي تحت الشجرة قيل بأن الله جره لذلك حتى يبين له حكما معينا. نعم، فضل التسبيح، لأن التسبيح كان مانعا من جواز حرق جمع النمل، سبحان الله، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله، فكيف بمن يقيم الليل، فكيف بمن يصوم، فكيف يتجرأ على دماء من كان يصلي، شو النمل هكذا الله جعل عتب نبيه، فكيف بدماء الذين يصلون والذين يتصدقون والذين يصومون، هذا في التسبيح كان مانعا من حرقه، فكيف بأداء أركان الإسلام ألا يكون مانعا من استباحة الدم؟ نعم، قد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت وعد له عذابا عظيما. نعم، من الفوائد أيضا معاتبة الأخيار. نعم، الأخيار يعرف فضلهم ومكانهم
وإن أخطأوا يعاتبون، لكن العتاب قد يكون عتابا بلطف ولا بد أن يكون سرا، لا سيما وأن الله تعالى لما عاتب نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصدر الباب بالعفو أولا، عفى الله عن كريمة أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما ذلك، شوف أن جاءه الأعمى ما قالش جاءك وفعلت، ولا وجاءه الالتفات، فكانت المسألة فيها المعاتبة اللطيفة الرقيقة. نعم، إذا كان في أسئلة تفضلوا. شيخنا، ما حكم من يقتل النمل في ما حكم إيش؟ من يقتل النمل في البيت لأنه يزعجه. يعني إيه يزعجه؟ هو بيعمل صوت، هو النمل بيعمل صوت، يعني بيقرصه، له ذلك، له ذلك. شيخنا، وإذا كان الذباب هل يجوز قتله؟ وإذا كان ذباب، نعم يجوز قتله، كان ذر يجوز يجوز قتله. على رصيف 4994 سنة كان كان يفخر بنظام حسن المزر يتم السبع والثمان. القائل بعدم ورود أمر بالحجاب في الشرع يعتبر مستحلا لحرام؟ القائل بإيش؟ القائل بإيش؟ بعدم ورود أمر الحجاب بالحجاب في الشرع يعتبر مستحلا لحرام؟ قد يكون جاهلا لا يعرف شيئا، هذا يكون أمي ما بيقرأش ولا بيقرأ وما سمع القرآن، لا قد يكون جاهلا، لا ما يكون مستحلا. نحن لا لا نكفر الناس باللازم ولا ناخذ بالمآلات. هذه الاحكام، هذه الاحكام لها مفتش الرصيف، مفتش الرصيف لا يصح. فهذه الاحكام لا تؤخذ بالمآلات ولا باللازم، لا يجوز بحال من الاحوال. جاهل جريء من يتجرع على ذلك وعلى تكفير الناس، هذه مصيبه كبرى. لا لا لا، لعله جاهل من اغبى الناس. نعم، اصبر. لو كان عالما من الذي قال بأنه عالم؟ لا يمكن لعالم أن يقول هذا الكلام، لا يمكن لعالم أن يقول هذا الكلام، أو يكون متأولا عنده تأويلات. فلابد أن نعرف الملابسات في هذا الباب، لابد أن نعرف الملابسات في هذا الباب. شيخنا، هل النمل الكبير الذي تقصده شيخنا الذي نقول عليه حرام الجبنة؟ استغفر الله، أنا ما أعرف حرام الجبنة لا مين بيدبي ده، مين اللي مجيش وماذا تجيش. أنا قلت النمل السليماني، النمل السليماني اللي هو الأسود هذا. شيخنا، هل الكلة 200 لتر؟ أي كلتين 400 لتر تقريبا؟ تصل. شيخنا، الأخت بتزيد على سؤالها، لا يقرصه فقط، تجده يزعجه ووجوده على الطاولة ويسير لا يجوز المطبخ. لا يجوز ايه؟ النمل. ماله؟ بيسير على الطاولة في المطبخ. إن كان يسير على الطاولة وهيفسد الطعام فلها ذلك، وإلا فالأولى ألا تقدم على قتله جميعا. انتهى شيخنا، انتهت الأسئلة.